صباح يا اهلا الخير. وسهلا يا صباح أهلاً الخير وسهلاً. يا صباح الخير تفضل يا دكتور تفضل. سمعنا حضرتك بنتكلم عن المواد الطبيعيه والرجوع العلم تاني الى الالتفات الى الطبيعه وان احنا بناخد منها الادويه اللي احنا بنتعالج بيها. الكلام ده صحيح انه بدانا نلجا الى الطبيعه مره اخرى؟ تمام. الحقيقه هذا اتجاه كتير صار كبير وفي له مؤيدينه بشكل كمان كتير كبير، لانه الحقيقه بعد الثوره الصناعيه والتقنيات الكبيره والتطور الكيميائي خاصة بالمعالجات الدوائية ولدت أشياء يعني غير متوقعة كانت، فصار هالاتجاه خاصة لما صار عم ينسحب أدوية من الأسواق، فهون صار المؤيدين هالاتجاه إنه العودة للطبيعة وللأعشاب صار كثير مؤيدين له بشكل كبير. فهلأ حاليا هيك اللي عم بيصير، لأنه انسحب كثير من الأدوية مثل مثلا أدوية التنحيف سوبتيرامين، هذا اللي كان فعلا يستعمل بشكل كثير كبير. الريفوكوكسيب مثلا احدى الادويه هي اللي كانت الروماتيزم ومسكن الالام بشكل كثير كبير، انسحبوا من السوق. ليه بقى يا دكتور السبب؟ لانه اعطت اثار كثير جانبيه وخاصه لانه ما هي تنسجم مع الطبيعه، مع بنيه الانسان، مع الكون بشكل عام، خلينا نقول مع الكود الحياتي اللي رب العالمين خلق لنا اياه، من خلينا نقول من طينة واحدة سواء للبشر أو الحيوان أو النبات. فعم بيجي شيء غريب بيدخل للجسم فعم بيسبب أشياء غريبة، المناعة عم تتأثر وبالتالي عم بيصير أشياء كثيرة، مثل مثلا عم بيصير انفاركشن للقلب، يعني أنه جلطة قلبية أو ستروك من بعض الأدوية المعينة. نعم بالضبط. الأشخاص اللي بفضلوا العلاج بالأعشاب أكثر عن العلاج الكيماوي وبيقولوا لك على الأقل بالأعشاب إذا ما نفعك ما بيضرك، ما مدى صحة هاي الجملة؟ وهل فعلا كل الأعشاب إذا ما نفعتني ما بتضرني، أو كل شيء بتعطيني إياه الطبيعة ما بيضرني؟ هلأ دائما بيكون في ميزان، يعني ما ممكن تقولي آخذ كل شيء بكمية إذا كانت طبيعية، معلش حتى الفيتامينز لما بتاخديها بكميات كبيرة ممكن أنه تأثر يعني، فلازم تندرس بطريقة ما، وطبعا هذا اختصاص الأطباء اللي ممكن يحددوا. لكن المهم بالموضوع أنه هل مادة هي الطبيعية الجسم الإنسان بينسجم معها؟ يعني في حين لما عم تجيبي له أجسام غريبة كيميائية، الكبد لما عم بيجي بيحطمها وبيريد يخلص منها عم تطلع نواتج مخلفات عم بتسبب إشكالات كثيرة، اللي هي واحدة من بيناتهم الفري راديكالز، يعني الجذور الحرة اللي هي بتكون يعني نتائج ذرة غير متوازنة بتحب تتحد مع الخلايا سواء العصبية بتسبب أمراض عصبية اكتئاب، أو أنه بتروح على الدي إن إيه اللي هي خلينا نقول المادة الوراثية بتسبب طفرات ميوتنت وبالتالي بتتشكل السرطانات. فهي كلها عم تنتج من هالأدوية الكيميائية، طبعا مو الكل بس معظمها عم بيكون بهالشكل هذا، فعم تتشكل معنا هالأشياء الغير طبيعية. طب دكتور هيثم، هلا اكيد كل الناس بتعرف انه يمكن الطب البديل له فاعليته بعيدا عن الادويه الكيماويه، لكن يعني خلينا نقول انه هم ما بيفضلوا انهم يستخدموه لانه دائما بيحتاج لوقت طويل ليبين مفعوله. انت كصيدلي كيف بتحاول تقنع الناس حولك او توعيهم بانه صح ممكن ياخذ وقت بس ما له اضرار جانبيه؟ هو هذا الحقيقه سؤال كثير مهم، هذا المأخذ تقريبا خلينا نقول الوحيد على الطب البديل اللي هو الهيربل او العشبي، لانه فعلا ما بيعطي نتائج فوريه. فهذا المريض بمل، والطبيب احيانا بده لما بيشخص بده ياخذ نتائج، فما بده يروح على هالسلسله الطويله من العلاج، وبالتالي بيرجع للعلاج الكيميائي اللي هو فعلا احيانا تاثيره بيكون شبه فوري يعني، وبالتالي وش الطبيب بيبيض يعني مع المريض. لكن في هلا ترند الثاني للامراض اللي هي مزمنه، فهداك الوقت استعمال الادويه الكيميائيه لفتره طويله راح تاثر اكيد 100%، فبيروحوا للعلاج الطبيعي وبيقنعوا المريض انه
ياخذ هال. بس دكتور انا مؤخرا كمان سمعت انه في استخدامات للطبيعه بشكل كبير جدا، حتى وصلنا الى ماء زمزم. يعني دلوقتي بدات شركات عالميه ان هي تتجه الى ماء زمزم وتعمل منه دواء. كلمنا حضرتك عن الموضوع. هذا موضوع كثير مهم. الحقيقه ماء زمزم من ايام النبي عليه السلام ابراهيم لما طلع من هني، يعني انبثق هذا ماء زمزم، والناس كانت عم تستعمله لفترات طويله، شافوا فيه انه فوائد علاجيه. وحتى في دراسات باليابان وبالمانيا هايدلبرغ وحتى بالسعوديه انه كثير له مزايا ضد السرطان. ليش؟ لانه بتركيبته الملحيه وقلويته فعم بيكون انتي اوكسيدنت بشكل كثير كبير. وقلنا الانتي اوكسيدنت اللي هي بتعاكس الفري راديكلز اللي بتطلع عن نتيجه الاستقلاب واحتراق الطعام ايوه لتوليد طاقه، فبتتحرر هالجذور الحره. وبالتالي ماء زمزم بسبب تركيبته الملحيه القويه فبيعدل هالفري راديكلز هي، وبيمنعها من انه تروح تصيب الماده الدي ان اي مثلا او خلايا العصبيه او شيء. فبالتالي عم بيصير تحسين بالامر هي، بالاضافه انه هو مضاد للالتهابات ومضاد ل يعني خلينا نقول امراض مزمنه مثلا، امراض اللي هي مزمنه. وخاصه صار في تطبيقات جلديه، ما بعرف اذا كان فيني احكي على منتج هلا جديد يعني طالع حاليا، في مختبر فرنسي يعني هو له علاقه بالديرماتولوجي يعني، فشافوا انه طيب ماء زمزم بشربا له كثير من يعني استشفاء فيه، فجربوا انه نجربوا على الجلد يعني ونشوف شو الوضع. فجربوا شافوا انه ماء زمزم عم بتزيد نسبه ترطيبه بالجلد اكثر بكثير من اي مياه معدنيه ثانيه موجوده بالكريمات، معظم الكريمات يعني. وبنفس الوقت عم بيكون مضاد اكسده، وعم بيكون بنفس الوقت ريجنريشن للخلايا، يعني عم ترجع الخلايا بتتجدد، وعم بتكون في عندها امكانيه انه يحفز مواد الكولاجين الموجوده بالخلايا والهيالورونيك اسيد كمان انه تزيد، وهذا بيعمل انقسام للخلايا بشكل اكبر وبيحافظ على شباب الوجه والجلد. فاخذوا عليها باتنت هذه الشركه، براءة اختراع ايوه. وبالتالي هلا صار في عندهم ثلاث مستحضرات حاليا موجوده بالسوق، وخاصه هن سموها مثل حقيبه السفر، وخاصه الحجاج بهالمناسبه ممكن يستفيدوا من هالمجموعه هي اللي هي مبرده وبعدين مضاده للتعرق ومضاده للرائحه اللي ممكن تطلع احيانا من التعرق والجراثيم الموجوده، بالاضافه انه مضاده للحساسيه وللحكه بشكل كثير كبير. في عندهم غسول للشعر وللوجه بيحافظ على بي اتش الخلايا، وخاصه بالنسبه للي بيحلقوا في لهم كثير حساسيه بالحلاقه، هي بتكون مفيده يعني كمان جدا. والمنتج الثالث عم يستعملوا فيه هلا الشيء اللي بدنا نحكي فيه، الشيء الطبيعي جدا، انه براعم الزيتون وبراعم الرمان والتين، يعني بتقول الشيء اللي مذكور بالقران حطوه كمان، ففعلا اعطت نتائج كثير كبيره. ولما دخل ماء زمزم عمل مؤازره كثير قويه لفعاليه هالمنتجات الموجوده، وفعلا اعطت يعني صبه للوجه ومنعت الايجنج يعني. حلو. الشيخوخه خففت منها، ما منعتها يعني، لكن الفترة اللي بدها تكون فيها الشيخوخة قصرت كثير، وصار يعني ترطيب للجلد. ووجود ماء زمزم عم بيخلي انه هالمواد تبقى بخلايا الجسم او بخلايا الجلد اكثر بكثير من اي مراهم ثانية، وهذا مثبت بحماية الملكية. طيب. وبالتالي انا يعني كماء زمزم وهو من تراثنا، يعني انا بشوف انه لازم الحقيقة واجب علينا هالثقافة الجديدة اللي طالعة انه الحقيقه ننشرها، ولانه الغرب بيفتخر بمياه ذوبان الثلوج تبعتهم من جبال الألب وكذا، فنحن ليش ما نفتخر بماء زمزم وهو بركه بكل الاحوال لنا ولجلدنا. ف
فائدة أنا بشوف أنه يعني مهم أنه نتعامل بهالموضوع. دكتور، مؤخرا صرنا ندخل على بعض الصيدليات نلاقي في مجموعة من الأدوية مضاف إليها عناصر الطبيعة، وبتلاقوا حتى الصورة الموجودة على دواء صور بتخص الطبيعة. صح. هل فعلا ممكن نحن نخلط بين عناصر الطبيعة والعناصر الكيماوية، أو هي مجرد خدعة تجارية يمكن لحتى تخلي الناس تشتري هذا الدواء أكثر؟ هلا هي اوكي، في ادويه اساسها طبيعي، مثلا بنسلين من الطبيعه، اريتروميسين من الطبيعه، في عندنا مضاد او مقوي للقلب ديجوكسين، يعني كمان هذا موجود من الطبيعه، في عندنا اللي هي مضادات الاميونيتي يعني المناعه، خاصه بالنسبه لنقل كلى او كذا لازم يصير تصويت للمناعه، سايكلوسبورين، هذا كله كمان اساسه يعني طبيعي. بس هلا الفكره انه عم يخلطوا اثنين، بس هذا لسه موجود تاثيره الكيميائي، يعني شو استفدنا يعني؟ يعني يمكن كريمات التجميل او الادويه اللي بتخص التجميل. ايه هلا لذلك انا عم بقول هذا الموضوع اللي هلا طلع من المخابر الفرنسيه كله طبيعي يعني 100%، حتى ما في عطر، يعني بيجي الواحد بيقول طيب انا بدي شوي اشم ريحه، يعني ما بيحطوا عطر فيه، حتى العطر هو ماده كيميائيه فعم بيمنعوها، ما فيها كحول، يعني في بعض منهم بيحطوا فيها كحول، لذلك هي مناسبه كمان للحجاج لانه المفروض هدول من مفسدات الحج يعني. وهي الحقيبة كتير بتناسب الناس اللي عم تسافر، يعني هلا مثلا بالطيارة في هي وجود سبراي، انتوا يمكن ما بتعرفوا انه لما الكونديشن او الخلايا البشرة لما حتى تشتغل مزبوط لازم يكون في رطوبة بين 40-70%، فحتى تحسن البشرة تقوم بوظيفتها، لكن اذا نزلت هالرطوبة الى يعني 10% كما هو بكابين الطيارة بسبب الكونديشن، فبصير بخر كثير لهالمواد او للماء الموجوده بالبشره، فلذلك دائما المفروض انه يكون في ترطيب بالاسفار البعيده، خاصه بننصح الكابتنز والكرو يعني بالطياره اللي بيسافر كثير او المسافرين بيروحوا كثير، لازم الحقيقه يستعملوا هالمرطبات هي لحتى يحافظوا على بشرتهم يعني. مزبوط، كمان يمكن نيالنا محظوظين بهيك مورد عندنا مياه زمزم اللي ما عم نستغلها بالشكل الصحيح. بس كمان دكتور هيثم، احنا بنعرف انه في الطب البديل في بعض الامور اللي هي مثلا ممكن تكون خطره في حال المبالغه، فلنفترض مثلا زيت القرفه هو زيت حارق، اذا استخدم بكميه كبيره ممكن يسبب تسلخات في البشره، قد ايه يمكن الوعي عند بعض الناس متدني لحتى يعرف انه حتى في المواد الطبيعيه لازم يكون بمساعده صيدلي او شخص مختص في هاي الامور؟ طبعا هو يفترض ما يقوم الواحد لحاله يستعمل يعني بدون دراسه او بلا حدود، لانه كمان احدى خلينا نقول المآخذ على الطب النباتي انه المعايير المواد الفعاله فيه ما بتحسن تقدريه 100%، يعني بجوز احيانا في مواسم مختلفه هالمواد الفعاله بتزيد وبمواسم ثانيه بتقل، فهي المشكلة إنه ما في عيار إلى دقيق، في حين مثلا بالأدوية الكيميائية بتعرفي المادة الفعالة تعايرية خلص، فلذلك لازم دائما تكون بإشراف طبيب ومتابعته، لأنه كمان مثل ما قلنا الكسرة باستعمال هالمواد الطبيعية بشكل مو مدروس، حتى قلت إنه الفيتامينات إذا كان بكسرة بتأثر يعني، فبتكون فعلا ضار يعني للجسم. دكتور حضرتك ذكرت من شويه المختبرات الفرنسيه ودقتها في ان هي بترجع الى الطبيعه لاختراع علاج معين ونجرب العلاج ده مره واثنين وثلاثه، دلوقتي احنا بنشوف في الاسواق مثلا سوري يعني في التعبير، ولكن خلطه ام احمد، خلطه ام اسماعيل، خلطه ام ابراهيم، وما بنعرفش مصدرها، والناس بتروح تشتري الخلطات دي وتستخدمها وتحطها على بشرتها وعلى جلدها، ويعني ايه رأي حضرتك في الموضوع؟ يعني هذا الحقيقه خطا كثير كبير، ولازم الواحد ما يسلم حاله لاي حدا، كل واحد يمكن عم بيعمل لحاله براند معين مشان الناس تجي لعنده، فلا هي من اكبر الاخطاء يعني، لانه بعدين ما في مسؤوليه اذا صار مع الانسان شيء شو بدك يعملوا له يعني. فلذلك لا يفترض انه الواحد يتنبه، وفي كثير من الاطباء يعني بتتعامل بهالشيء، الواحد يراجعهم لحتى الإنسان يضمن المعالجة اللي عم بياخدها تكون صحيحة، ما تكون مثل ما بيقولوا هيك يعني هب هازارد
وتابعة لخلينا نقول جشع بعض الناس صحيح. بالحصول على المال يعني. طيب دكتور قديه مهم، يمكن كثير من الناس بتتجاهل قراءة نشرة الدواء، مجرد ما تشتري دواء خلص وصف ليها الطبيب معناها اكيد مناسبني تماما، او بدون ما يوصف الطبيب مرات هني بيروحوا على الصيدلية بيقولوا له والله انا فيني كذا بدي كذا. قديه مهم وقديه خطير تجاهل نشرة الدواء؟ هلا طبعا يعني المريض عم بيكون واثق من الطبيب او بيكون واثق من الصيدلي، فبياخذها على يعني عماها الوصفه، بياخذها انه خلاص يعني انا بثق بالطبيب. هذه هلا قراءتها لا مانع انه تنقرا، لكن اللي بيقيم الامور اكثر هو الطبيب او الصيدلي، لانه بيعرف انه حاله المريض صحيح في هذه سايد افكتس لهالدواء هذه، لكن اذا اخذه فائدته اكثر من ضرره، وبالتالي بيوصفه الطبيب. لذلك ما يعني ما في مانع انه يقرا النشره وبعدين يناقش فيها الطبيب انه هي هنا فيها اشكال او هيك، ما في مانع، لكن الطبيب فعلا هو اللي بيقدر انه هذا مناسب للمريض، لانه في احيانا بيضطر مصنع الدواء انه يكتب فعلا اي اثار جانبي ولو كان بسيط، فاحيانا الطبيب المريض بيتوهم انه لا انا لا يقوم يصير معي هيك، فالطبيب اقدر على تقييم يعمل بالانس يعني موازنه بين الفائده اللي بده ياخذها وبين الضرر اللي بيصيبه. يعني دكتور هيثم معلوماتك لا تمل، ما شاء الله بحر من المعلومات، نورتنا وشرفنا في برنامج صباح الخير يا وطن، اكيد في لنا لقاءات متجدده، رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين. شكرا، شرفت. نورتنا دكتور، شرفتني يا دكتور، نورتنا.